حسين عبد الكلام واشرح أسباب الهيام وكل روايات الغرام المشهدي ومنار روي وخلاني روح كربلا نبكي وننوح الدميع بلسم جروح العاشق الزيارة الدميع بلسم جروح العاشق الزيارة ما وبلا شك البصيرة ما تعيش بلا قيم في حب حسين ودربة الألم ما هو ألم وفي يوم القيامة عند لك تثبت قدم في كلام الصادق اللي ظلت آثار خلاني اتنفس جنانه ونفحة ازهار يحكي عن فاضل الزيارة وفاضت اخبار يحكي عن فاضل الزيارة وفاضت اخبار بهالامور هالقد عصيت تسطع انوار بهالامور هالقد عصيت تسطع انوار اصطفاها الله لدينا وودع أسرارا وشيعته اختار الله في اليوم الذي اختار شنه هالسر العظيم بهذه الزيارة ومن قبل حجاجها يرعى زوار تهطل مثل غيمة مطار عدني آياتك تروي قلوب البشر من دافن أبضاتك يمذوبين جوم السحر بروعة مناجاتك روي على سمع الدهر أغلى رواياتك بحادث الزيارة تأكدي العترة ثوابي الزاير شتم حجة عجيب اش هالقداسة حايطة بقبر عجيب اش هالقداسة الحايطة بقبر عجيب اش هالقداسة الحايطة بقبر عجيب اش هالقداسة الحايطة بقبره على حب الحسين اللي
يمشي بيدوبة أحاديث المشي كل خطوة مكتوبة في كل خطوة يزورة تنمحي ذنوبة ويكتب الله ليا توبة بعد توبة ويكتب الله ليا توبة بعد توبة قبري الوالي صار أكبر من المزار للشمعة مدار ولله يسراجع للشمعة مدار ولله يسراجع قبة أبي السحاب الحاجة تستجاب لله بلا حجاب ويقضي الحاجة وقفي على بابه واستشعري المهابة جنه رب السماء في عرشه تزور الشفاء ترابة موضع اغتراب جن من عيسى المسيح وشعلك نور للمحيب سكينة للنجاة سفينة للمحيب سكينة وللنجاة سفينة جن من نوح النبي تنزاح لك صورة بهبة المناير اتأمل يا زاير من سليمان النبي تبين لك صورة من سليمان النبي دين ودينا في أربعين بسام النور يرجع الزاير هاي العلامة أعز كرامة شرف لك عند الحشر صفات المؤمن بدينا وعبادات زيارة الأربعين وضاح علامات زيارة أودع بها غايات ورايات المتب هذه رايات كل مؤمن هذه ميادين الوالي حباب وسط عين زيارة يكتمل دينه وبالمحشر تفقى الموازين من عزمه تورى أحرار ودين الله تتعارى أسوار ودين الله تتعارى أسوار ومن يكتب لك الله لزيارة ومن يكتب لك الله لزيارة كان يكتب اسمك من أنصارة كان يكتب اسمك من أنصارة من عزم تتورى أحرار ودين الله تتعالى أسوار ومن يكتب
زيارة كان يكتب اسمك بين أمصارة، كان يكتب اسمك من أمصارة.